بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة اليوم يعني أحد الإجراءات الأولية في إصلاح المرفق القضائي، وجزاهم الله خير الأخوة في اللجنة التشريعية على هذا القانون والجهد اللي بذلوه، اللي قعدوا لساعات متأخرة أمس، وهذا جهد حقيقة مقدر. الأمر الآخر، ومثل ما قلت هي الخطوة الأولى، القضاء يئن من بعض منتسبيه والفساد، النيابة تئن من بعض منتسبيها والفساد اللي حاصل فيه. والآن وأقولها بكل صراحة، شفتوا قضية صالحي؟ قضية صالحي ستضرب وبيطلعون كلهم براءة. تدرون ليش؟ لأن المحقق الرئيسي في قضية صالحي قبل يومين من مرافعات التمييز يتهم في قضية أم دولة، وترفع عنه الحصانة قبل يومين من مرافعة التمييز في القضاء، وهذا حتى تبطل القضية. تدرون مرافعات المحامين عن صالحي وربعه؟ كلهم حطوا وقالوا هذا وكيل النيابة الآن مرفوع عنه الحصانة. للسبب هذا واجب علينا إصلاح هذا المرفق. وأنا أقول حق وزير العدل الآن، وأنا أعرف وزير العدل وأعرفه من مدة طويلة، إنسان نظيف وصالح، وعليه أن ينظف هذا المرفق. ثانية واحدة، في وقت توقيت مو محطوط، وقت مو محطوط، ليش؟ تفضل. فعليه إصلاح هذا المرفق. أنا أقول حق وزير العدل، ييب رئيس النيابة وقعده، قول له شنو إجراءاتك في رفع الحصارة عن أخونا خلف الحبشي المحقق الرئيسي في قضية صالحي، وليش اتهم في قضية أم دولة؟ ليش قبل يومين من مرافعات التمييز؟ ليش؟ وشنو إجراءاتك؟ هل تمت بصورة قانونية؟ يستغلون شخص مجرم عليه قضايا كبيرة ويحطون شاهد استدلال على وكيل النيابة، هذا لا يمكن القبول فيه، لا يمكن القبول فيه. وأنا أقول لك وزير العدل، عليك مهمة رئيسية بمحاسبة من وراء هذا الأمر. ييب رئيس النيابة وقول له شنو إجراءاتك، وقول له شنو أدلتك، وشلون سويتها، وشلون طلعتها، ومن وكل النيابة اللي اشتغلوا فيها، وشلون يابوا الأدلة، ومن هو الشاهد الرئيسي في هذا الأمر، منو؟ هذه كلها يجب أن تكون محل محاسبة. وأنا أقولها الحين، إن ما صار شيء وأعيد له اعتباره وكيل النيابة خلف الحبشي، راح أطلب جلسة خاصة وراح أحط الأدلة كلها هنا. إذا ما تتم محاسبة وكل النيابة اللي سووا هذا الأمر في زميلهم اللي كان يؤدي مهامه على أكمل وجه، اللي كان يحاول يبين الحقيقة في المحافظة على هذا المرفق، لكن أن يضرب المحقق الرئيسي في هذه القضية قبل يومين من مرافعة التمييز لأكبر قضية فساد في القضاء، شلون تمر مرور الكرام على النيابة بهالطريقة، على رئيس النيابة بهالطريقة؟ أنا أطلب من وزير العدل فتح تحقيق في هذا الأمر، وإلا سأطلب جلسة خاصة بمعاونة أخواني أعضاء هذا المجلس، وراح أبين كل الأدلة هني أمام الشعب الكويتي، عليهم فتح تحقيق مع وكلاء النيابة اللي شاركوا في هذا الأمر لضرب القضية وهي منظورة أمام التمييز. جزاكم الله خير.